العبد الصبار. إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ سيبقى على حاله مثلما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثلما يتحسس أعضاءه واطمأن، وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز أباك على شوك صباري. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها.